وفي هذا الشأن أكدت الدكتورة وفاء الشربتي مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة، أكدت في اتصال هاتفي في نشرة سابقة أهمية الابتعاد عن التجمعات العائلية والاحتفال بالقرقعون، لا سيما في ظل وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات القائمة. مملكة البحرين تشهد في الآونة الأخيرة زيادة كبير في عدد الحالات، فتقريبا تتراوح الحالات الجديدة أو تتجاوز الحالات الجديدة 1000 حالة جديدة يوميا، وهذه طبعا عدد إن شاء الله نحاول نخفضه بجهود الجميع وتضافر الجميع. هذا الأمر يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأشدد على أهمية الابتعاد عن التجمعات. غدا بإذن الله بتكون ليلة القرقعون، ويمكن الجميع متعود أن في هذه الليلة يكون هناك بعض التجمعات. إحنا نؤكد على أهمية الابتعاد عن هذه التجمعات والاقتصار أو اقتصار احتفال بهذه الليلة في محيط الأسرة الواحدة. طبعا أيضا هناك عادة يمكن شعبيا الأطفال يتنقلون من منزل لآخر أيضا في ليلة القرقعون، ونوصي صورة كبيرة بعدم القيام بهذه يعني الشيء المعتاد سنويا والاكتفاء بالاحتفال فيها في إطار الأسرة الواحدة. طبعا هذه مهم جدا، لأن خصوصا بالنسبة للأطفال يمكن يصعب عليهم الالتزام بالإجراءات الوقائية في تنقلهم وفي تعاملهم مع الأشخاص الآخرين، فنؤكد على أهمية ذلك، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. من المهم أيضا أن نلتزم بارتداء الكمامات في جميع الأوقات خارج المنزل، وحتى في إطار الأسرة الواحدة لما يكون عندنا كبير في السن أو لما تكون في عندنا أشخاص ذوي مناعة قليلة. لا ننسى الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيم الأسطح بصورة متكررة، وأكد على أهمية تلقي لقاح الكورونا. أظن هو بيكون الوسيلة بعد الله سبحانه وتعالى في القضاء على هذا الوباء في أسرع وقت بإذن الله تعالى.